السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم في الجزء ده من المحاضرة عن ال Virtual Memory. احنا اتكلمنا في المحاضرة السابقة عن ال Main Memory، واتكلمنا ازاي نعملها Management، اتكلمنا عن الحاجات المهمة جدا فيها، ازاي ان احنا كنا بنحول Logical Address اللي بيجنريت CPU ل Physical Address، وده كان هو حاجة مهمة جدا في ال Main Memory. هنبدأ ب Background. بيقولك ان الكود need to be in memory to execute but entire program. يعني ايه؟ يعني عايز يقولك ان انا سي مثلا عندي program زي مثلا word، الماتلاب، اوتوكاد، سي مثلا زي الماتلاب ده 13 جيجا. هل ينفع كل ال 13 جيجا لما اجي انا start ابدا اعمل ايه، افتح الماتلاب ده احط ال 13 جيجا كلهم يتحملوا في المين ميموري، هجيب له منين مساحه؟ فبيقول لك ايه، ان معنى ذلك ايه، ان طبعا هو اي سوفت وير هو عباره عن كود، فمعنى ذلك مش شرط ان يكون كل الكود بتاع البروجرام ده هيحصل له ايه، هعمل له لود فين، هحمله في المين ميموري ماشي. فهعمل ايه، بس هعمل لود او هحط جزء بس من الكود ده اللي انا محتاجه فين، في المين ميموري، هو ده اللي هيحصل له اكسكيوت. لكن بقيت مين، بقيه الكود او بقيه البروجرام مش هي هو ده، مش هيحصل له ايه، مش هعمل له لودنج فين، في المين ميموري. اكزامبل لذلك، عندنا الماتلاب هيبقى فيه لارج روتينز كتير ولارج داتا ستراكشرز محتاجينها مثلا في الماتلاب، بيبقى فيه اكتر من تول بوكس. هل كل التول بوكس انا محتاجها؟ لا، التول بوكس بس اللي اليوزر محتاجها هي دي اللي هعمل لها لود فين، في المين ميموري. هي دي اللي هتكون فين، هي دي اللي هتكون في الرام. يبقى ده حتة مهمة جدا. يبقى قال لك ال entire program code not needed as، يبقى مش كل الكود بتاع السوفت وير كلها اعمل لها مين، مش كلها ابقى محتاجها في نفس الوقت فين، في الرام. يبقى الرام بس هيبقى فيها ايه، جزء من الكود اللي انا ايه، اللي انا هحتاجه. طب واحد يقول لي ايه هو ايه علاقة البروجرام بالكود؟ اي بروجرام هو عبارة عن كود. طب ايه فايدة ان انا اعمل كده، ان هو يبقى partially loaded program؟ يبقى معنى ايه partially loaded program؟ يعني مش كل البروجرام بي ايه، مش هيبقى loaded فين، في المين ميموري، مش هيبقى كله في الرام. قالك اول حاجة ان انا مش هبقى عندي constraints على الليميتس بتاع الفيزيكال ميموري، يبقى انا مش هيهمني الايه الليميتس بتاع الفيزيكال ميموري، ليه؟ اللي انا حاطط partially loaded ايه بروجرام، مش حاطط كل الكود بتاع البروجرام في الرام. قالك كمان ان كل بروجرام هياخد لس، هيبقى ايه، هياخد ايه، هياخد حجم قليل جدا من من الرام وهو شغال. طب ده هيساعدني ايه، ده هيساعدني ان انا يبقى عندي بروجرامز كتير مش واحد بس، مو يبقى راننج ات ذا سيم ايه تايم. يبقى ده هيخلي ايه، هيخلي ان انا يبقى عندي اكتر من بروجرام كلهم يبقى ايه بارلل، ايه يشتغلوا ايه ران ات ذا سيم ايه تايم. ليه؟ علشان انا ايه قللت ايه السايز بتاع الميموري اللي انا ايه مستخدمها للبروجرام. طب وده هيساعدني كمان في ان انا ايه ازود السي بي يو يوتيلايزيشن والثرو بوت بتاع مين، السي بي يو. ايه هو الثرو بوت؟ ده اللي هو عباره عن عدد البروسيس اللي بيحصل لها اكسكيوشن فين، في الثانيه. يبقى انا هزودهم ازاي؟ عن طريق ان انا ايه، ان انا ما اخلي بارشلي ايه لودد بروجرام، مش هخلي كل البروجرام الكود بتاع البروجرام كله يحصل له لودنج فين، في الرام، جزء بس منه هو اللي هيبقى فين، في الرام. ومش بس كده، وده كمان هيساعدني ان ما يزودش الريسبونس، مش هيبقى فيه ديلي تايم، وكمان مش هيزود التيرن اراوند تايم. اتكلمنا احنا طبعا عن الريسبونس تايم والتيرن اراوند تايم والكلام ده كله. وكمان هيقلل الاي او اوبريشنز، اللي انا محتاج اعمل لها لود فين، في المين ميموري. وكمان مو هي ايه، انه هيقلل ان انا اعمل سواب للبروجرام فين، في الميموري. مش كنا بنعمل سواب اوت وسواب ان؟ وقال لك ان كمان ده هيساعد في سرعه ان انا اعمل راننج او اكسكيوشن للايه، للبروجرام، هيكون ايه بيتر، هيكون احسن. كل هذه، كل الميزات دي كلها اللي هيتعملها مين، هي الفيرجوال ميموري. طب الفيرجوال ميموري يعني الذاكره الافتراضيه، فكل اللي هيعمل كل المزايا دي هي الفيرجوال ميموري. طب ايه مفهوم الفيرجوال ميموري؟ قال لك ان هو يعمل سيبريشن لليوزر لوجيكال ميموري عن الفيزيكال ايه ميموري، دي اللي هي المين الرام، ودي اللي هي مين اللوجيكال ايه
ممر. احنا شفنا في الشابتر اللي فات ان احنا عندنا الام يو ده اللي هو الايه مانجمنت يونت، دي اللي كانت بتحول ايه، بتحول اللوجيكال ادرس لفيزيكال ادرس. ابي هو اللوجيكال ادرس، اللوجيكال ادرس ده اللي هو كان بيعمله كرييت مين السي بي يو، واللي بيشوفه وبيفهمه مين السي بي يو، بنحوله الفيزيكال ادرس عن طريق الام يو، وده اللي ايه اللي انا بقدر فيه اعمل بيه اكسس لمين، للرام. طيب لما انا هستخدم الفيرجوال ميموري هيكون هاخد كل المزايا اللي قدامك دي. تعال نشوف ايه هي، نفس الكلام اللي احنا قلناه بس هنقوله تاني بطريقه مختصره. مش هيبقى جزء بس من البروجرام ده اللي محتاج ان انا اعمل له لود فين، في المين ميموري، عشان ايه اعمل اكسكيوشن لين للبروجرام. قالك ان اللوجيكال ادرس سبيس بي كان ممكن تكون اكبر بكتير منين، من الفيزيكال ادرس سبيس. يبقى انا ممكن اعمل ايه، يبقى انا ممكن استخدم ادرس سبيس، اللوجيكال ادرس اللي هسيبها ممكن تبقى اكبر بكتير منين، من الفيزيكال ادرس اللي هي عندي اوريدي. قالك ده كمان بيسمح ان الادرس سبيس ممكن يحصل لها شيرنج، اعمله شيرنج بتوين مين ايه، سيفرال بتوين اكتر منين، من بروسيس. طيب يبقى انا ممكن اعمل ايه، شيرنج لمين، للادرس سبيس بتوين مين، العديد من البروسيس. قالك ده كمان بيخليني اقدر ان انا اعمل كرييت للبروسيس بطريقه افيشنت اكبر. قالك كمان ده بيسمح ان انا ممكن ايه اخلي ده كله الفيرجوال مول اللي معملها، بيخلي ان البروجرامز ان انا ممكن اعمل اخلي مور بروجرامز يحصل لها اكسكيوشن او رانينج ات ذا سيم تايم. قالك ده كمان بيقلل من الاي او اوبريشن اللي انا محتاج اعمل لها لود في الرام، او اعمل لها سواب ان او سواب اوت فين، في الهارد ديسك. فيرجوال ادرس سبيس بيقول لك ان الفيرجوال ادرس سبيس هو بيكون لوجيكال فيو للبروسيس اللي هي بتكون في الرام. يعني معنى ذلك ايه، هو ده بيكون مطابق لوجيكال فيو، يعني ده وجهة نظر تاني او فيو فيو لوجيكال او افتراضي ايه، مطابق للايه، للبروسيس اللي ايه اللي هي مين اللي موجودة فين، في الرام. قالك بقى في الفيرجوال في الفيرجوال ميموري قالك ان الادرس بتستارت من ايه، من زيرو. فاكر في الرام الادرس من زيرو ده بتاع الايه، الكيرنل. يبقى من اول زيرو ده دايما لايه، للكيرنل. لكن هنا من في الفيرجوال ميموري الزيرو بيبدا من هنا لمين، للبروسيس. يبقى البروسيس هنا بيبدا ايه، بيبدا ان هو هنا ابدا اعمل لها بتبدا هنا ستارت الادرس بتاعها منين، من زيرو. وبعد كده بتاخد كونتيجوس ايه ادرسز، مجموعه ايه ادرس من بعد الزيرو ده انتل ايه end of ايه، لحد ما ينتهي الايه، لحد ما تنتهي السبيس دي. في نفس الوقت اللي الفيزيكال ميموري بيتم لها عمل بي 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 بيتم عمل لها اورجنايز عن طريق البيج فريمز. طيب، واحنا قلنا كمان حاجه مهمه نسيت، اللي هو المانجمنت يونت دي هي اللي بتعمل ايه، هي اللي بتعمل مابنج، هي اللي بتحول اللوجيكال ادرس لفيزيكال ايه ادرس. قلنا لوجيكال ادرس ده اللي هو بيتم جنريته عن طريق السي بي يو وبيفهمه وبيقراه السي بي يو، والفيزيكال ادرس ده اللي بعمل بيه اكسس لمين، للرام. قال لك ان انا عشان اعمل امبلمنتيشن للفيرجوال ميموري بعملها عن طريق حاجتين، يا ضماند بيدجنج يا ضماند ايه سيجمنتيشن. يعني ايه، يعني ده البيدجنج عند الطلب بس لما يكون مطلوب، وده السيجمنتيشن هعمله برضو لما يكون عند الايه، عند ايه الديماند، عند الطلب يعني. طيب هنا بيقول لك ايه، بيقول لك ان الفيرجوال ميموري بتكون اكبر بكتير من الفيزيكال ميموري اللي هي الرام. ادي دي الفيرجوال ميموري، ودي هي دي ايه الرام، دي هي الرام. الفيرجوال ميموري دي اللي بيشوفها مين، اللي بيراها مين، ده السي بي يو. بتكون اكبر بكتير منين، من الرام، من اللي هي ايه الفيزيكال ايه الميموري. والمابنج اللي هيحصل بين الفيرجوال ميموري والفيزيكال ميموري عن طريق مين، الام يو المانجمنت يونت اللي هي، او عن طريق مثلا البيدجنج او السيجمنتيشن، بيدجنج اور السيجمنتيشن، هما دول اللي هيعملوا ايه، هما دول اللي هيعملوا مابنج بين مين، الفيرجوال ميموري والايه والفيزيكال ميموري. يبقى الام يو دي هتحول كل بيدج، البيج اللي هنا اللي هو في الفيرجوال ميموري اللي بيطلبها البروسيسور، الى فريم فين، هنا الفريم ده فين، في الفيزيكال ميموري او الرام.
عن طريق ايه؟ عن طريق مين؟ الام يو، المانجمنت يونت، او اللي هو بصوره يعني حاجه اللي هو ده يعني حاجه خاصه من، احنا خدنا البيدجنج والبيدجنج والسيجمنتيشن هما حاله خاصه، الام يو ده اللي هو الايه يعني جنرال كونسبت، التكنيك بقى منهم اللي هو البيدجنج والسيجمنتيشن. تمام. طيب لو الفريم ده اللي انا عايزه مش موجود هنا في فريم، الفريم ده مش موجود فين؟ مش موجود في الرام او في المين ميموري، هيجي يعمل له لودنج منين؟ من الباكينج ستور اللي هو الهارد ديسك. واحنا اتكلمنا عن الانتر اكشن ده فين؟ في المين ميموري. زي ما اتكلمنا في المين ميموري عن الفيزيكال ميموري سبيس اتكلمنا عنها، هنتكلم على الفيرجوال ادرس سبيس. ملاحظ هنا انه بيبدا هنا بيستارت منين؟ من الزيرو للايه ماكسيمم. قالك ان انا لما باجي اعمل ديزاين لللوجيكال ادرس سبيس، نركز مع بعض، قالك ان الستاك بتاع البروسيس دايما هتبدا تستارت من الماكسيمم لوجيكال ادرس، يبقى هتبدا دايما بين بالماكسيمم، هتبدا من هنا وتنزل وتقل، يبقى الستاك بتاع اي بروسيس هتبدا منين؟ من الماكسيمم وتقل. تمام. اما الهيب هتعمل ايه؟ الهيب والداتا والكود هيبداوا منين؟ من الزيرو، ويبداوا ايه؟ يزيدوا. يبقى مركز، يبقى عندك الستاك بتاع البروسيس هتبدا ايه؟ من الماكسيمم وتقل. تمام. اما الكود والداتا والهيب بتاع البروسيس هيبداوا ايه؟ يزيدوا منين؟ من الزيرو. لاحظ. طيب اند قالك جرو داون وايل هيب جرو اب، يبقى الهيب هيبدا ايه؟ يحصل له جرو اب. اما الستاك هيحصل لها ايه؟ جرو داون بتاع البروسيس. هيبقى بتوين بقى الستاك وبتوين الهيب والداتا والكود حاجه اسمها ايه؟ ده حاجه اسمها الهول، يبقى ده اسمه ايه؟ هول. قالك لما انا بعمل كده، قالك ده هيعمل ماكسمايز للادرس سبيس اللي مستخدم الفيرجوال ادرس سبيس. قالك ان يوز ذا ادرس سبيس بتوين التو دول، بنسميه ايه؟ هول، اللي هو الجزء ده. تمام. طيب قالك بيقول لك مفيش فيزيكال ميموري نيدد انتيل، مش هحتاج اي ميموري فيزيكال ميموري مش هحتاجها لحد ما الهيب اور الستاك جرو تو ا جيفن نيو بيج. يعني ايه؟ يعني انا مش هحتاج الفيزيكال ميموري اللي هي الرام الا لما الستاك والهيب يعمل لهم ايه؟ يكونوا كبروا، السايز بتاعهم يكونوا كبروا، يعني يكونوا خلاص خدوا يعني كبروا السايز بتاعهم كبير. وفي الحاله دي هعمل ايه؟ هطلب نيو ايه؟ نيو بيج. يبقى لازم انت تبقى عارف ان الهول هي ادرس سبيس بتوين مين؟ بتوين الستاك والهيب. يبقى اللي بين بين الستاك والهيب مين؟ هي حاجه اسمها الايه؟ الهول. طيب طب بيقول لك ان ده كمان بيعمل لي ان انا الهيب دي الهول اللي بتوين الهيب والستاك دي بتمكنني ان يبقى عندي سبارس ادرس سبيس. يعني ايه سبارس ادرس سبيس؟ يعني ان هو بيخليها تبقى سبارس. يعني ايه كلمه سبارس؟ سبارس يعني يبقى فيه مساحه فاضيه ان انا اقدر اتحكم فيها دايناميكلي، تبقى ايه؟ متغيره. تمام. كلمه سبارس دي معناها ايه؟ ان هيبقى فيه هول بتوين الستاك والهيب، قالك هتبقى تحسبا ان يحصل ايه؟ جروث، يعني نمو لمين؟ للسايز بتاع الايه؟ البروجرام. اثناء ايه؟ اثناء ما هو بيحصل له اكسكيوشن، يبقى اثناء الاكسكيوشن للبروجرام ده تحسبا ان هو السايز بتاعه يزيد، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى موجود مين؟ هيبقى موجود الهول اللي هي بتوين الستاك والهيب. طيب ايه معنى السيستم لايبرز هيحصل لها شيرنج؟ في بان انا اعمل مابنج ليها في الفيرجوال ادرس سبيس. قال لك معنى ذلك ان الهول اللي بتوين الستاك والهيب دي هعمل لها لودنج او هعملها بالايه؟ بالسيستم لايبرز. بس كده؟ قال لك لا، وكمان بايه؟ ده كمان بالبروسيس، بالاجزاء المشتركه مع مين؟ مع البروسيس، بالاجزاء المشتركه مع البروسيس الاخرى. يبقى انا في اجزاء مشتركه مع بروسيس ثانيه، في بروسيس مشتركه معايا هعمل لها برضو ايه؟ هعمل لها فين؟ هعمل لها ايه؟ هبدا اعملها برضو في مين؟ في الهول، الهول اللي هي بتوين مين؟ الستاك والايه؟ بين الستاك وبين الهيب.
في حته مهمه جدا لما يكون في بيدجز مشتركه بين البروسيس، دي حته مهمه جدا جدا لما يكون في بروسيس وفي بينهم بيدجز مشتركه. قال لك في حاجه نبدا الاول، قال لك بيدج كان بي شيرد يوزنج فورك. ايه الفورك دي الاول؟ الفورك دي احنا خدناها قبل كده، كلمه فورك دي هي ده امر في كود، في الكود يعني ده كودنج بيعمل ايه؟ ده بيكرييت نيو بروسيس. يبقى انا لو عايز اكريت نيو بروسيس بكريتها عن طريق فانكشن او روتين اسمه ايه؟ فورك. قال لك ايه؟ قال لك ان انا، قال لك حاجه مهمه، ان يبقى الفورك ده بيعمل كرييت لبروسيس جديده. قال لك البيدجز الخاصه ببروسيس مشتركه، قال لك هيعمل ايه لما اجي ان انا اجي، يبقى انا هيعمل شيرنج. شيرنج ايه؟ نوضحها بس بالراحه، ان هيحصل شيرنج بين بروسيس موجوده عندي وبروسيس لسه جديده بتتكريت. شيرنج لمين؟ للبيدجز المشتركه بيناتهم. يبقى في بروسيس موجوده هعمل لها شيرنج البيدجز بتاعتها مع بروسيس لسه بتتكريت عن طريق الفورك. فده هيعمل ايه؟ قال لك ده هيعمل، هيخلي السبيد تكون كبيره، سرعه ايه ان انا كاريت البروسيس دي هيخليها ايه تبقى كبيره. ليه؟ علشان انا بعمل ايه؟ شيرنج للبيدجز اللي اوريدي هي موجوده فين؟ في بروسيس موجوده عندي فين؟ في الفيرجوال ادرس سبيس. تعال نوضحها اكتر تاني، اهو بقول لك شيرد لايبراري او شيرد بيدجز بتوين البروسيس. يبقى انا في بروسيس هنا موجوده عندي اهي، دي بروسيس، يبقى ايه؟ بروسيس عباره عن ستاك وهيب وداتا وكود، وفي الهيب في شيرد ايه؟ لايبراري. مش احنا قلنا بنملاها بالشيرد لايبراري؟ وهنا نفس الكلام عندي، دي بروسيس ايه مثلا، وهنا في بروسيس تانية اللي انا عملت لها كرييت بروسيس بي، برضو المفروض ان هي ايه محتاجه، ايه محتاجه نفس الايه البيدجز، فانا هعمل شيرنج لايه؟ للبيدجز. فلما اعمل شيرنج للبيدجز اللي في البروسيس اللي موجوده عندي مع البروسيس ان انا لسه بكرياتها بيه مثلا عن طريق الفورك، يبقى انا كده عملت ايه؟ زودت ايه سرعه الايه الاكسكيوشن بتاع سرعه ان انا اكريت مين البروسيس، يبقى زودت عن طريق مين؟ الشيرد بيدجز. تمام، يبقى اوريدي انا عندي البيدجز هنا موجوده فين؟ في البروسيس اللي هي موجوده فين؟ في الفيرجوال ميموري. يبقى دي الفيرجوال ميموري فيها بروسيس ايه، وانا كريت بروسيس بي في الفيرجوال ميموري اسمها بي عن طريق فورك. تمام، فانا عملت ايه؟ شيرنج للبيدجز اللي موجوده في البروسيس دي مع البروسيس اللي انا بقى ايه اللي انا بكريتها الجديده دي النيو بروسيس. فده هيعمل ايه؟ ده هيسرع لي مين سرعه، ده هيؤدي ان انا ايه يبقى هيسرع مين البروسيس كريتيشن، يبقى ده هيسرع عملية ايه ان انا كريت مين البروسيس مين بي. احنا قلنا عشان نعمل implementation للفيرجوال ميموري اول حاجة عن طريق الديماند بيجينج او عن طريق الديماند ايه سيجمنتيشن. تعال نبدأ الاول بالديماند بيجينج. قال لك هي عملية ان انا اعمل ايه؟ اعمل جلب، يعني برينج يعني اجلب او اجيب مين او اعمل لود للبروسيس من الهارد ديسك لمين؟ للرام. يبقى قال لك برينج ان انا اعمل برينج للبروسيس كلها من مين؟ للميموري اد ايه لود تايم. طب ما انا هجيبها منين؟ من الهارد ديسك. اور ان انا اعمل بس بيج انتو الميموري منين؟ اللي انا محتاجه. يبقى انا هاخد بس يا اما اخد بيج بس اللي انا محتاجهم من الهارد ديسك، ده الباكنج سكور، ده الهارد ديسك، ودي مين؟ الرام. يبقى اما انا بس ابرنج كل البروسيس، يا اما انا بس اعمل ايه ابرنج البيج بس اللي انا محتاجه منين؟ من الهارد ديسك. طب قال لك لما انا اخد بس ده، بس اخد البيج بس اللي انا محتاجها من الهارد ديسك اوديها للميموري، ده هيعمل ايه؟ قلنا برضو هيقلل، قلنا الاي او اوبريشن اللي انا محتاجها، واي وهي مش وهي نيجلكت ان نيسيسري اي او، وهي ايه ده هيخلي هيقلل الميموري اللي انا محتاجها، وده يخلي الريسبونس يبقى اعلى، وده يخليني ان انا ايه اعمل اكسكيوت لمور بروجرامز بتاع اليوزرز. قالك ان الديماند بيجنج ده بالظبط زي او البيجنج سيستم ده ويز سوابنج، هو سيميلر برضو الديماند بيجنج ده ليه البيجنج ويز ايه ويز سوابنج. يعني ايه بيجنج ويز سوابنج؟ قالك يعني لما يكون عندي بروجرام ايه حصل له خلاص اكسكيوشن، حصل له اكسكيوشن خلاص عن طريق السي بي يو، خلاص
هيحصل له سواب اوت، يروح راجع لمين؟ يرجع لمين؟ للهارد ديسك. طيب السي بي يو عايز بروجرام تاني بيه، فهروح جايب عامل له سواب ان، هعمل له لود منين؟ من الهارد ديسك. يبقى هعمل له برينج، هعمل له لود من الهارد ديسك، احطه في مين؟ في المين ميموري، عشان ايه؟ عشان السي بي يو يبدا يعمل له اكسكيوشن. طيب اذا كان اللي قالك السي بي يو محتاج بيدج معينه، يبقى هو عايز البيدج، السي بي يو محتاج بيدج معينه وموجوده في الرام، هيحصل لها هعمل ريفير ليها، هشاور عليها واجيبها. طب لو ما كانتش ايه مش موجوده في الرام، هعمل هخرج منين؟ الكودر هيعمل ان هو يخرج منين؟ هيعمل ابورت لين للبروجرام. طب لو كانت ممكن ما تكونش في الميموري بقى هي اصلا، دي معناها ان مش في الرينج بتاع الادرسز دي، انفاليد دي، يعني مش في الرينج الادرس دي، هيحصل ايه؟ ابورت. طب لو هي كانتش في الميموري، طب ما انا ممكن اعمل لها برينج، اجيبها منين؟ للميموري من الهارد ديسك. طب الحته دي مش مفهومه. سي البروجرام ايه هو عباره عن بيدج، طبعا بعد ما هنعمل الام يو، طبعا الـ هنا بيبقى فريم، بس احنا بنقول على يعني بيدج، يعني قصدي ان هنا البروجرام ده عباره عن ايه؟ البيدجز دي اللي بتبقى موجوده فين؟ في يعني اللي بيفهمها مين؟ السي بي يو. بس احنا نفرض مثلا ان هو احنا حولناهم، يعني ان البروجرام ايه عباره عن بيدج 1 و 2 و 3 و 4. يبقى هنفرض ان البروجرام ايه هو عباره عن ايه؟ بيبقى ليه بيدج 1 و 2 و 3 و 4. طيب يبقى بيدج 4 تبع مين؟ تبع البروجرام ايه؟ ايه بس هي هنفرض ان هي مش موجوده هنا. طيب يبقى هو كده عايزها، يروح يبقى هيعمل ايه؟ يروح يبرنج، يجيبها منين؟ يجيبها منين؟ يجيبها من الرام. طيب لو كانت بيدج 4 بقى مش ضمن البروجرام ايه، يبقى ايه اللي هيحصل؟ لو كانت البيدج دي مش من ضمن البروجرام ايه اللي هيحصل؟ يبقى في الحاله دي البروجرام هيقول ايه؟ هيقول invalid reference. يبقى امتى كلمه invalid reference دي هتحصل؟ لو كانت اصلا بيدج 4 مش ضمن ايه. طبعا انا بتكلم سي ايه، هو المفروض احنا هنتكلم على بي سي، معلش سوري، نقول لو هنا البيدج بي عباره عن مثلا عباره عن 1 و 2 و 3، ليه؟ عشان هو ده اللي بنعمل له سواب ان، ده اللي بنجيبه منين؟ من الهارد ديسك. سي انا دلوقتي عايز بيج السي بي يو عايز بيج 3، تمام، ومش موجوده في مين؟ في المين ميموري. يبقى هروح جايبها منين؟ هجيبها من الهارد ديسك، تمام. طيب وهعملها برينج من الهارد ديسك، دي ما فيهاش مشكله. يبقى هي دي ده الكيس الاولانيه. طب سي اصلا 3 لو بيج 3 ده مش من ايه؟ مش ضمن مين؟ البروجرام بي. يبقى في الحاله دي هعمل ايه؟ يبقى في الحاله دي هقول له ايه؟ انفاليد ريفرنس. يبقى انا عندي حاجه من الاثنين، يقول له invalid reference، يجيبها منين؟ يعمل لها برينج منين؟ من الهارد ديسك، واجيبها فين؟ في المين ميموري. يبقى انت عرفت كلمه invalid reference دي المقصود بها، المقصود ان البيدج اصلا مش تبع الرينج بتاع الادريسز بتاع مين؟ اللي هو بتاع البروجرام بي. يبقى في الحاله دي هتطلع كلمه invalid address، يبقى invalid reference. يبقى كلمه invalid reference دي دليل على ايه؟ على ان البيدج دي مش ضمن مين؟ مش ضمن، مش في البيج تيبل بتاع البروجرام ايه؟ بي. يبقى معنى ذلك ايه؟ يبقى معنى ذلك ان هي هيطلع الكودر اللي بيعمل البروجرام ده، اللي بيعمل السوفت وير ده، هيقول ان ده invalid reference. بيسموا السوابر او البيجر، بيسموه اسمها سوابر او بيجر، اللي بيعمل الموضوع ده بيسموه ليزي. ليزي يعني كسلان، ليزي سوابر. ليه سموه ليزي سوابر؟ قال لك لانه مش هيعمل سواب للبيجز للميموري unless لما تكون البيدج دي انا محتاجها. يعني ايه محتاجها؟ يا اما يكون الميموري قربت خلاص، الميموري اللي هنا كبير يعني قلت، او انا محتاج ميموري، محتاج افضي ميموري. يبقى امتى بس عند الطلب؟ يبقى الحته دي مهمه، عايز افضي جزء من الميموري، عايز اعمل خلاص سواب اوت، يعني في جزء بس من في بروجرام خلاص خلص اكسكيوشن، فهرجعه تاني الهارد ديسك. يبقى مش هعمل سوابنج للبيجز الا لما تكون ايه؟ عند الطلب، بس عند الحاجه. قالك هنا ان هو عشان هو بيتعامل مع البيجز فبيسموه ايه؟ بادجر. يبقى بيسموه بادجر او سوابر، يعني اسم تاني. هنتكلم عن بعض الكونسبت مهمه جدا للبادجر والسوابر. قالك وانا بعمل سوابنج لازم البادجر ده
يعمل جس، يعمل جس ليه؟ يخمن ايه، ما هي البيدجز، ما هي عدد الايه البيدجز، سوري، ما هي البيدجز اللي هو محتاجها قبل ما يعمل عملية مين السوابنج اوت مرة تانية. يبقى قبل ما يعمل سوابنج اوت لازم ايه، لازم يبقى عارف ايه هي البيدجز اللي هو محتاجها. يبقى هو بيقول لك ايه، ان البيدجر لازم يعمل جس لمين، للبيدجز، ما هي البيدجز اللي هو هيحتاجها ويستخدمها قبل ما يعمل سوابنج ايه اوت. تمام. قال لك في بديل تاني، اقول ان البيدجر ان يعمل ايه، يعمل برينج، قول لي البيدجز ايه للبيدجز اللي هو محتاجها فين في الميموري، ولازم كمان يحدد، لازم ان يتم تحديد عدد البيدجز اللي انا محتاجها فين في السوابنج. يبقى عدد البيدج اللي انا محتاجها في السوابنج لازم ايه يتم تحديدها. طب مين اللي هيعمل الكلام ده؟ قال لك دي وظيفه جديده هيعملها الام ام يو، المانجمنت يونت، هي اللي هتعمل برضو الموضوع ده، هي اللي هتحدد عدد البيدج اللي انا محتاجها فين في السوابنج. في حاجه تاني بيقول لك لو البيدجز دي موجوده اوريدي فين في الرام، فهيبقى عادي هعملها اكسس بطريقه ايه طبيعيه خالص، ومفيش ديفرنس خالص انه منين، من النون ديماند ايه بيدجنج. طب لو هي بقى كانت البيدج دي مش موجوده في الميموري او في الرام، ايه اللي هيحصل؟ علشان كده يبقى لازم نعمل ايه، ابدا اعمل لها لود منين، من الهارد ديسك. يبقى هجيبها من الهارد ديسك، من الهارد ديسك. قال لك بس بشرطين. يبقى لما اجيبها من الهارد ديسك، قال لك بدون ما اعمل تغيير في السلوك بتاع البروجرام، وبدون برضو ما اغير فين في الكود. في كونسبت تاني مهم جدا لازم نبقى عارفينه، يعني ايه valid و invalid bit. قالك في كل بيدج تيبل بيبقى في البيدج تيبل ده بت اسمه valid و invalid bit. في valid، invalid ده يعني ايه valid و invalid؟ قالك كلمة valid يعني ده موجود في الميموري، موجود في الرام. طيب invalid bit يعني هو مش موجود في الميموري، ده موجود فين؟ في الهارد ديسك. تمام. قالك initially، قالك ان كل الايتمز اللي هتبقى موجوده، كل الحاجات الفريمز البيدجز اللي موجوده في البيدج تيبل بتكون كلها ايه، بيكون كل ايه، بيكون الانيشالي ان هو valid بيكون كله محطوط invalid. يبقى الانيشالي هيبقى ايه، يبقى الديفولت بتاعه ايه، اي invalid ايه، كل الموجود في البيدج تيبل هيبقى الديفولت بتاعهم ايه، اي. يبقى شوف انا حاطط ديفولت ايه، اي. الفي ده اللي هو الفاليد اللي هو موجود في الرام، مش موجود يبقى انا هحط الديف، يبقى انا دايما هحط الديفولت لكل الانترز اللي موجوده في البيدج تيبل بايه، انفاليد بيت. تمام. قال لك دورنج الام ام يو ده اللي بيحول اللوجيكال ادرس، الادرس لفيزيكال ادرس. قال لك ان في حاجه مهمه جدا، الفاليد والانفاليد بيت ده في البيدج تيبل، ثانية بس بالراحة، دي معناها ايه؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هيحصل امتى البيدج فولت دي؟ فولت يعني خطأ. امتى هيحصل فولت؟ لما يكون في انا السي بي يو طلب بيدج، البيدج ده مش موجود في الرام، فهيعمل ايه؟ هيحصل ايه؟ بيدج ايه؟ فولت. ليه؟ علشان هو انفاليد مش موجود. ليه؟ يبقى علشان مش موجود في الرام، امتى يبقى يقول لك، يبقى انا لو سألتك امتى البيدج فولت ده هيحصل؟ البيج فولت هيحصل لما يكون البيج اللي انا طالبه مش موجود فين في الرام. طيب تعال نشوف الفجر ده هيوضح الكلام خالص. بيقول لك بيج تيبل هو ان سام بيجز ارنت فين، مش موجوده في المين ميموري. طيب نفهم الاول، ده اللوجيك، دي اللوجيكال ميموري، دي اللي هي الذاكره او الميموري اللي المفروض اللي بيشوفها الايه البروسيسور. تمام. ده البيج تيبل ده اللي هيعمل ايه، ده اللي هيعمل مابينج between اللوجيكال ميموري والفيزيكال ميموري. طيب ده بيقول لك ايه، هنا البيدجز 0، ده البيدج 1، وده لحد البيدج ايه 7. تمام. والبيدج 0 بيكونتين في ايه، والبيدج ايه، والبيدج 1 بيكونتين جواه ايه، بي. تمام. طيب هو بيقول لك هنا ايه، ده البيدج تيبل بيقول لك ايه، ان البيدج 0 هو عباره عن ايه، هو عباره عن الفريم 4 فين،
في الرام. عارفين الفريم فور اهو، سوري فريم فروم اهو، يبقى لازم أن يكون برضو بيكونتين ايه نفس الحاجة اللي هو مين الايه، تمام. يبقى يحط هنا في، في يعني ايه valid، valid يعني ايه يعني موجود في الرام. طيب تعالى مثلا نشوف البيج 1، بيج 1 ده بيكونتين بي، مكتوب ايه قدامه؟ اي، اي يعني invalid يعني غير موجود فين، في مش موجود، مش موجود في الرام. يبقى اكيد موجود فين؟ موجود في الباكنج ستور، في الهارد ديسك. يبقى انت تجيبه منين؟ يبقى مش موجود في الهارد، في الفيلم. يبقى تجيبه منين؟ ما هتجيبه من الهارد ديسك، تمام. في الحالة دي هتعمل سواب ايه؟ سواب ان، هتعمل سواب ان يعني هتجيبه منين؟ هتجيبه من الهارد ديسك. طب تعالى نخش على البيج 2، بيج 2 البيج 2 اهو، هو هي عبارة عن الفريم، هي عبارة عن الفريم 6، ادي الفريم 6 في الرام، واللي هو بيكونتين ايه سي، صح. طيب خلاص ده يبقى مش محتاج ان انا اعمل له ايه سوابنج، موجود. الاقي ان اعرف ازاي ان هو موجود في الرام، هبص على البت دي، لان كلمه في يبقى معنى ذلك ان في valid، يبقى موجود في الرام. طب انا برضو نفس الكلام بيج 3 اي، يبقى معنى ذلك ان هو مش موجود. يبقى انا لو حبيت اجيبه، يبقى اي حاجه اي بيجز مش موجوده، كل الايات دي هحتاج ان انا اجيبها عن طريق مين؟ هخلي هحتاج ان انا اجيبها منين؟ من الهارد ديسك، عن طريق ان انا اعمل سواب، سواب ان. ليه؟ عشان لو انا محتاجها اجيبها فين؟ في، هجيبها عن طريق مين؟ ان انا اعمل سواب ان عشان هي مش موجوده فين؟ في الرام.